الله من قصص الحياة أبو نواف الضفيري طلع ما شاء الله يعني حتى إن شاء الله جمعية الشامية ويكرمونه تعاوني وشيخ طلع هو أول حارس أمن حق جمعية الشامية لما كانت محل الهارديز. نعم الهارديز 77 الله من الأوائل 77 أنا مخرج الشامية القديم الله شوف ضابطنا إبراهيم سيد هاشم الرفاعي الله والنعم ضابط عي رجبة واحدة مزيون ولد طيب لا والنعم الله الحين ولده ضابط ما شاء الله ولده صح وصف. إيه والله الله يشافيه الله كلنا. وشنو قال لك وشنو منو كان منو معك؟ كان معي في شرطة موزع البندل من هناك. من هو؟ ما عارف مصلح اسمه مصلح. مطيري؟ عنده بندقية لا عجمي. والنعم. وأنا على الباب الجمعية هذا الجمعية اللي إحنا هذه. الله. وجينا نعيد العون الساعة 2 بالليل. الله. أنا ما عندي نعيد العون بالسيارة عليها شعار الشرطة. كان يقول يا حارس قم. والله ما قال يا حمار. قم وأنا أقوم. لا تعال وين العصا مالك؟ وين التريف؟ والله حتى انا حتى النريب له ما اعرف انا توي اليوم داوم الله قال من ضابطك؟ قلت ابراهيم سيد هاشم الرفاعي الله كان يدق عنده تليفون ويجينا الضابط طاير قال ليش ما فهمتوه؟ قال والله ما يعرف الرجال واليوم داوم صح لكن بكره فهم قال يلا زين لا تقعد بالارض خليك تدور على الجمعيه الله لا تقعد بالارض سبحان الله وانا والله اول يوم زاملين داو اي سنه كم 77 والله شتاء صيف ربيع والله برد عين لابس كوتر الله ومنو مع العقيد ابراهيم سيد هاشم معه عليف مطيني والله اسمه لاحي ما ينسى الله وعلى جيبه معه سيارات الجيب الاول صغار الله يعني يقول فهم الحراس كلهم مو بس هذا الله اي والله قال الشايب سبحان الله وانت شنو كنت حارس لا حارس اسواق الله لا بسكوت وشمار وشعار شعار الداخلية الله اكبر لا بسكوت ومتلفني بس اني قاعد بالارض عشان ممنوع تقعد بالارض سبحان الله يسمونه ناطور اول ناطور تعبت وقعدت بالارض الله دعيت العون يجي على الله مره يجي الله يرحمه اي والله كان وكان محافظ هو ولا مدير امن؟ مدير امن العاصمه كلها والبدر مدير امن حيحي الاحمدي ثلاث محافظين بس بالكويت احمد البدر؟ لا ناصر البدر ناصر البدر مدير الاحمدي اليوم 29 حولي والله بدر منهم لا 30 حولي يمكن ابو جحيل يمكن واحد محرم وعاصمه الجهره والجهره وكل الكويت هذا والوكيل منه العم عبد اللطيف الثويني ها الوكيل والوزير الشيخ سعد عبد الله الشيخ وزير الداخلية والدفاع الشيخ سعد الله يرحمه ونائب عبد اللطيف شحيبر العميد شحيبر وكان مدير مواحد محمد الحمد توفى من سوريا وعبد الله الفارس وعبد الله الفارس ثالث ايوه ثالث صح نسيب العرب اللي اسمك الكامل عمه هو قال لي لا انت اسمك جميل نايف سلطان جميل نايف سلطان الشمري ها والنعم الله الله يسلمك وهذا تاريخ تاريخ والنعم فيكم تشمر وكل يوسف الرفاعي الله يرحمه له تاريخ وله مواقف الله وكل اهل الكويت يحبونه الجهاره وكلهم يمدحون فيه شكرا سيدي الله يخليه يرحمه ويخلي اولاده تسلم شكرا سيدي الله يعطيك العافيه عمرك يا وليد شكرا لك رجال درويش الله يطول عمرك